بسم الله. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ اموركم هانيه؟ يا ربي تكونوا مزيانين او بخير. وتحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم، والله يوفقكم حتى نتوما يا ربي. ولاي انسان اللي ما كدول تي الله يرزقها بشي ذريه صالحه، والانسان اللي خصها تزوج وكبرت في لاج يا ربي رزقها بشي ود الناس يكون صالح، بشي زوج صالح يا ربي امين. المهم مرحبا بكم معنا في الفيديو جديد، الفيديو ديال هذا النهار كيفاش غيكون اسامه؟ غيكون اسفنج بلدي. المهم انا من معكم اسفنج بلدي حيت شتينا ومع الخبيزه ما صحتش غنعدلو اسفنج وسفنج على الطريقه ديالنا حنا جبال. ودي ديكاس الحبه ديالنا كامل اللي كيشاهدونا، شوفوا كيجيونا ديكاسات بزاف. صح نكركع شويه مع نعرف مع دابا الخدمه ومع الجو بدا يتبدل الجو ديالو. شرب العسل والليمون ان شاء الله يا ربي، وقت تطيب ديك الليمون وندبروا العسل ونشربها ان شاء الله وحالي. المهم خليكم معنا الفيديو ديالنا ان شاء الله يا ربي، وما تنساوش تشتركوا في القناه طبعا اذا عجبكم الفيديو، وسعالك محفزه. ويلا ندورو عند سلمى شوف شنو كتعمل. المهم اخوتي الطحين عندنا واحد نص كيلو، غير نص كيلو تما الطحين، نص كيلو او كيلو المهم اللي على حسب العائله وشحال فيها الافراد. عندي هنا معلقه السكر، ها هي معلقه صغيره ديال الملاح، وحبه الحلاوه والخميره. الخميره عدلت انا جوج معالق حيت الجو بارد. صافي هذا السفنج بلدي اللي كيحتاج. صافي والعجينه ديالو الماء دافي. بسم الله وغنعدلو فوق الكانون وعبدو عيقله. الله بحول الله انا غير كنعجن ونخلط ياك. ياه هانتوما البنات خصيكو خفيفة هايدا، شوفو الجينة ديالو مخصهاش تكون تقيلة باش يجي مفشفش. واش هادي انتي؟ هايداي 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 شكرا. جيبها بنتي شوقي هايداي راه علي من الصف انا لاباس لاباس مشي رود هادي معمرة وجيب اخرى علي من الصف. هنايا في الدوار خلاص شريناها 25 درهم. صافي دابا عندنا من الزيت في السوق قلت 23 ناقي 25 في السوق قلت 23 درهم. ناقي جوج ها جوج دراهم ناقي جوج دراهم في السوق. ايوا بنتي ايوا ايوا انا راضية على بنتي. ايوا بقي لا السفنجة ديالها ستيتوا بداية ها القويقات يعجبوني. تلقى بالقويقات؟ لا، حتى القويقات اللي كيشيطو. عرفتي؟ هذاك كافور. عرفتي دابا انتي شنو قلت لها؟ بوين؟ بنانا. قسمي هذاك كافور. يلاه مشي. حلو. عاودي كبر. هادي الجوال. ماشي. ها الجوال الجوال شريته. لي من السق لي من السق. لا لا استقل جوال يصار جاوب به التليفون. بسم الله صح الله ما يلقي العجين ما يلقي الزيت ما يبقاش يلتصق فيه الدغيا. ها الله الزيت ما يخليه تحت زلتصق. صافي دابا نجمعو ايه نقيل واحد الميكا ونخليه. صافي مزيان غا سمحوا لي انا نكركح شويه. سامح لا خويا. معينا كنقيلو خدامين بحال البارح قيل خدام، كنكون نايتها سخون ونشرب الماء تاعها واخا عادي الماء كيقل. كنلقى هايد البارح. كتشرب الماء تاعها كيبح بحال. صافي غطيته. صافي. خليها ينعس تما بلاتي نجي نفيقو. يا. شنو ولا سلمى؟ هذا الفطور ديالي انا. راه قشرانة. قضى حصة كيوي. شحال هذيك كيطبخ على
الفول منقوبين على والله مسكين ما كيتوحموا على الفول منقوبين كيتوحموا على ديك انواع العدس انا كل العدس لا ما درتش غير فيها العدس النساء اليوم هذا ماشي العدس النساء اليوم مساكين الساندويش بالله طاكوس طاكوس ايه الايام اللي دارت خاصة تشري لي الماكينه طاكوس شريها لك واخا نشاركها مع المشاهدين انا الحاجه اللي نقيها بيدي صافي هذا كل كله برا القلبة الكيوي جيت لك كيوي كل هك والله ما يقول ما خصني شيء كل تينا هدايا واحدة أخرى سير نص كيلو مع عشرة دراهم زيون بارح جيت رخيص ها انت زيت وحمو هذا كيوي يا مشاهدين على جوعني هل يعقدتم هل يعقد جلبه القايله صعيبه قايله صعيبه دابا نعطيها راسها السلام عليكم مشاهدين ديالنا كنتم لاباس عليكم ديروا جيم جيم جمول الفيديو جيم حقا كان زي جيم جمول الفيديو جيم حنا وليداتنا دائما كنعطيوهم يهضروا مره مره قول لهم عملوا جيم جيم الله يكون شنو لقيت لك هذا اجي نقول لها ثم ما خش بالك معاها حتى حاجه حتى حاجه شجره جزا على زيد اجي الرات بالباقي ولا وي يا ناتي يا ناتي الله يرضى عليك مريم شاد تقرا باش ما تقولوا ناسي مريم فين هي لقيتها بايصلي صح اه ارضى عليك شاد تقرا مريم يلا تبعوا معنا جيمو يلا مشوا للكانون قال واش ما كان في الكانون تبعوا معنا جيم قلت لهم تبعوا معنا وعملوا جيم ويلا نمشيو للكانون انت شحال جيت تبعوا انت شحال أربعة تبارك الله شاف شاف مشي داخل الكوزينه دابا نقيوها للدجاج مشي الفلاحه شي حاجه المشاهدين والله الا شي حاجه الطيرات هذا مزوره صراحه شي حاجه الانسان يكون عنده الله نعم عندنا شي اتساع بشويه بشويه واش ما تجوش في الكاس عندنا شي اتساع بزاف كان اتساع نقيل جلبان ونقيل فول ونقيل وعندكم الارض في الخليه خاصكم نمشيو قريب البعد هذيك ما الكعوه ما كايناش هي تمشي لا كتجبر الناس عندهم الديور وقدام الدماني كبار فهمتي ها قدام الدار ها وقد بطاطا يلا يلا نشوفو ديك لا ديك تنطرقو يلا يلا هو زيد تجيب معايا العواد لا من تجيب معاك العواد من نحميو قاسك واحدة هذا انت هرتو حموا تمارة كاملة ما نلقى تمر على قاسك فيها تمارا ماشي شي تمارا ما كنعمل شي حاجه اللي هي صعيبه ماشي شي تمارا صراحه والله يعني دوز طيبو باش ناكلو صغير ولد الدار ديالنا ماشي بدا هز الثقال ولا الثقال كامل نهزونا يا ان شاء الله عندي من راه ما يتوحم صاف اتمطط فوق الكامل تيكوز ثلاث شهور والله خوتي انا عمري في حياتي ما هذيك باقي تشوفوا الحفله سبع شهور كيفاش نقضوا حنايا سلمى فين نلقيها القيها في طلع معلقة الطلاع والتجير يا يا قصدي باش المرة الجاية الولدة سهلة لبقات لبقات عا جالسة والو لبقات عا جالسة والطريق ولا لها خاصها تمشي حركة مزيان أنا عندي أختي الصراحة النوطة ديالي ما تخلينيش نقي يدي في النبردي لا حساب التصبين لا حساب العجين ولكن أنا كنفضل نقي الشغل ديالي بيدي كيعجبني كنحس به كنحس انا مرتاحه النوطة ديالها هي اختي والاختي مرات لوسي هي قول مرات لوسي خدام اسمع النوطة انا شنو عبد الواحد الليمونه كيفاش طالعه الغصن هذا من الاغصان اللي كنا نقراوها وهذاك الاغصان هذاك الزرع سمعت قال غزال ذا الزرع وين الاغصان الاغصان راهو مع العرق العرق يقولوا من العرق 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 باللغه العربيه يلا بني يلا طيب ترى انتي نشالها يما
كنت يا مسكين الله ها الواليده مسكينه رجعت شويه كنصبح تمني والله يرضى عليه والله يفرج له رضا اخر وبيضني تبارك الله والله الا شويه الواليده مسكينه الحمد لله كعيانه بس ما بغيناش نبينوها في الفيديو تكون عيانه هذا مقركح ما فهمتي دابا هي مسكينه هي معاكم ها مرحبا بكم الحبايب وتوحشتكم واجوا عنا مرحبا بهم القريب والبعيد انت عيانه مسكينه سامحوا لنا الله يسامح الواليد سمحوا لنا مريضين اولادي وياه دابا من بعد ما جبنا العواد جينا عند سلمى اللي هي مكلفه بهذا الشيء انا ما نعرفش فيها الشيء الصراحه تجي تعلم منها دابا انا مثلا انت نرجع للفيديوهات نتعلم منها تبارك الله ترتق بحدك صوي كويل تسقف اليدين ضروري بس كيجي من فوش بارك الله عليك شوف دي السينية ديالها غير سالقط شي مشكل دابا حنا يا بنادم في الجبال القطوط القطوط نتهلاو فيها بزاف بلا انا القطوط سبحان الله جيت لي هنا مي كنت في طنجة وهوت جيت هنا لبرت واحد مسكين عبار ومنتوف وهاو بدا دابا بدا يقتلق مات ها دابا قدام الفون دابا تبارك الله هذيك القطيطة ديالي دابا تبارك الله عرفتي كيفاش رجع ولا رجع يكون فيها 8 كيلو تاع المشاهدين الناس حارثة شفتم دابا هذاك موسم الحارثة طلاقة قوى كبير باش هذي باش يجي كبير باش يشبع هي عجوج عجوج ديال الكانون ومع البريرة داتاي خصك تجيبو قاد هاد الرويضة هادي تا الرويضة راه الرويضة الرويضة تم هناشي ما عرفت هنايا البارح شفتو ولكن هو كنا احنا في الدار ديالنا نلقيو السفنجان صردولو صيفط له دابا صيفط له ان شاء الله زيد كخارج البر قلت له اجبرنا هنايا قلت له نهار الاربعاء يمشي هو بحالو البارح جا عندي القهوة قال لي واش خرج قلت له انا باقي قلت له خديت قلت له نمشي ولا نتفرج كأس العالم وما خرجش شفتو ها هو داخل زايد نهار كأس العالم في الاربعاء بصح لعب المغاربة لعب السعودية والمكسيك نهضر لك على المغاربة المغاربة لاعبين غدا عاو غدا عبدو ما تشوفو شي لا بليلة ولا نهار شفتو فيا تدا الحراج دالليل يجي الحبة ديالو مسلوخة وي 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 يلاه شي تفرج معايا نمشي نتفرج معاك ولكن القهوة ديالنا ما كيكونش فيها نسل كون فيها الدراري ما جاتش بصح عندك الحق دابا لك في المدينة بحال المدينة دابا كتمشي كتبقى القهوة كبيرة واخا القهوة فيها النساء والرجال كل واحد بالطابلة ديالو احنا هنا لا احنا هنايا نخرجوا ديك الطبالي كاملين ونسربوا لهم في الدم النار مجهدة ولا عشوية؟ قولها سلمى النار عشوية شوية صافي بسم الله والحق ديك الريدوحة خص الزول يا الزول هادي باقي لا تمر بلاصة ديالي باقي نصابة نصابة هي يما يلا بسم الله على ما كتب الله بسم الله شوف ديك المشوى باش نعرفو المشوى شي طويل اخ نشوف الزيت واش سخان بهادي اوكي باقي باقي ياك اه انا وريتك هذه كيفاش باقي لي ايوا ودابا اجي كمل انت صح اه واخا واخا شنو لقيت راه مني شنو تروح منا خاطرك قلي خاطرك يا شوية اش من حرقيتها اوه بارك الله عليك وصافي
العافيه انا ما متحملهاش سبحان الله. هاك شطاره انت هيدا وراني هاك يلا سر هذيك عليه هذيك عليه الزيت وراه صح الله يدي العافيه شي حرق على قلبي برافو الله الله دابا خصنا نحاولو نقيوها المعوضة شنو هي ولا شنو القالب حنايا لا عوضة ها عوضة باش تجيب حاجة مزيانة صحة ديالها حاجة هي مزيانة صبرك عليه يلا جيقي هانت يا اخي كيما كاين ما عرفتش لبستحوها هيدايا ياك وجيبو هادي ولي كان اسمع شي يقول لك انا لبستحوها بس يقول لها طرحوها بسم الله قديوتي مخص ها الزيت هيدايا ما يبقى فوق منا ينتفخ ويجي مجعوب سامي ها دير الغدا انا كل انتي ناوتها شويه على الغدا بسم الله حاميه واحده اليدايه غير تشم واحده اليدايه واحده اليدايه الصور أزال أزال ديك التغطية الخمسة يترو جيبي قلبتها من تنقصنا نقلبوها العافية العافية ناقصة شو بريتي باش نجيب الغطاء ها هو ونشبرو هنا وقيله هيدا جبل هاد الشوفة الله يرضى عليك ازاي انتي ماشي لا تخو كيف جا زيد؟ واعر صافي لا قلق زيد واعر صافي سلمها راضية راضية على الحاجة ما تاكلها زيد واعر ورجعت لهنا وما أجمل ما أجمل البلدية والكانون والسفنج والفطور أنا الصراحة هذا السفنج هذا المشاهدين هذا اللي تعلمنا له عند الوالدين ديالنا سفنج بلدي كيجي واعر منفوش كنعدلو له الطغيطيه هذيك جاتني صغيره وقلت له هذه 5 يترو انت نقيت له حب حلاوه ياك واعر صراحه هذا حب حلاوه نقيت واحد من الصيور عجبني صراحه راه زي قرب لينا قرب على رسول الله شوفوا تبارك الله ها شوف 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 هاي تاك الحلو بطاطا الحلو ديال الحباب هاي تا صافي احرج لي عييت الله يلال كراوات يني حرفوني تسلس الدنيا تي القايله مع الضال تسلس حمارت انا ها راس يا الله سير انا عدت لك الطابله ها السفنج راه واجبت انت انا فاقيت ولا خصيت ما عودتوش ها وديك صار عوض ديني المراه هي كل شيء هي تعوض كل شيء ماشي مشكل ولا ها انت عدلتها برافو ليلاك دابا انا برا 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 اياه نفتح وحده استاذ شوف
شتو؟ طايله واعر والله صراحه جمجي جاء واعر ماشي غليظ. وردة شيبة وتاتي. يلا شي خصلة وقت الطريق. يلا مشي. عقلتي. شو النهار مش نهار انت وكلي وش راهو. سيدي هدايا؟ أي وجهي. كاجا خصلة أنت. واه. قول ماما قول لها شكرا. ماما شكرا. قول الله يرحم والديك. الله يعطيك الصحة. ها. الوالدة؟ بسم الله نطلبوا سفنج. بسم الله بسم الله صلى الله عليه وسلم. يلا شوف شي وحده قال لك كتبي ديك السفنج. بسم الله بسم الله بسم الله صلى الله عليه وسلم. السفنج كانوا نايضا نعرفوا ديما ياه. هذه مزيان ياه. بسم الله. ها حق اختي تي. ها تبع هذا ماشي ديالي ولكن ما بغا يجي عندي. ها ماشي جا. ها يلا كون. ها ستي تينا هو اللولي. يلا سلام عليك القدادة. هندور لعند القطيوطين ديالي انا. يلا غنتي بلا سنين. صافي الله يعطيك الخير. تبارك الله. ها الزيت ديالنا الزيت اللي تسمى ما يخططش يطابلها. انا خلي احنا الفورماج. حال هذا ما كنجيبوها للعيال واه. الفورماج احنا بلا سنين. كناكلو شي. نقيوه ثاني. يلا المشاهدين ديالنا كنتمنى من الله كل مع الجدع ما كلش مع لو تمو بلاح. يا شي قال لك كل مع الجدع. الجدع واحد الانسان كبير. الجدع والتو ما صحاحين. وماذا كل شيء معايا انا. ماذا كل شيء مع لو تنو بلا على لو تمو بلا. ما يتغاشي ما عندوش سنان. ما عندوش سنان. اه المهم بقاو معنا حنا سالينا كي. يا صح.